السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالواضح في النشاط العلمي المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو الأنشطة الموجودة في صفحة 51، أي أقوم تعلماتي الخاصة بالأسدس الأول كاملا، يعني الحصة رقم 11 الأسبوع رقم 17. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. ألاحظ الصورة وأحدد المشكل الذي يعاني منه هذا الطفل. إذن من خلال الصورة، الطفل يعاني من السمنة. إذن أطرح سؤالا يتعلق بما ألاحظه: ما سبب السمنة عند هذا الطفل؟ ما سبب السمنة عند هذا الطفل؟ أستثمر معلوماتي لأقترح حلا للمشكل الذي يعاني منه هذا الطفل. عليه أن يتناول غذاء صحي، أي يكثر من السوائل والخضر والفواكه ويقلل من الدهنيات والسكريات. أعيد، عليه أن يتناول غذاء صحي، أي يكثر من السوائل والخضر والفواكه ويقلل من الدهنيات والسكريات. فيما يخص تمرين رقم 2، J'écris les chiffres de 1 à 7 pour classer ces aliments selon les 7 groupes d'aliments. Le thé, c'est le numéro 1. Les pâtes, c'est le numéro 2. Les cerises, c'est le numéro 3. Le lait, numéro 4. Poulet, la poule, c'est numéro 5. L'huile, c'est numéro 6. Et العسل رقم 7. الميال، سي لو ميال، مشات لي غاب عليا الاسم بالفرنسية. بالنسبة للتمرين رقم 3، اكتب صحيح او خطأ في خانتي المناسبة. اتناول اللحوم خلال كل وجبة غذائية. خطأ، ماشي خلال كل، اكثر من اللحوم بدا يؤذي الجسم، اذا ماشي جميع الوجبات. أتناول الأغذية الدهنية بكمية قليلة. صحيح. أتناول الخضر والفواكه خلال كل وجبة غذائية. صحيح. أتناول النشويات خلال وجبة الفطور فقط. خطأ، إذن غتكون عندي خطأ. صحيح صحيح، خطأ. التمرين الأخير في هذه الصفحة هو تقويم نهج التقصي. في ليلة باردة جدا، تناول أفراد أسرة اللبن الرائب وعصيدة، ثم تم طهيها على نار موقد الفحم في غرفة مغلقة، وناموا جميعا داخل هذه الغرفة. استيقظ الأب في منتصف الليل من شدة صداع الرأس والدوار، ففتح النافذة لتهوية الغرفة. كيف أفسر سبب الصداع والدوار عند الأب؟ علاش الأب حس بواحد الدوار والصداع؟ لأن بدا الغرفة مغلقة وداخلها يوجد موقد فحم. السبب هو وجود موقد الفحم في غرفة مغلقة. وحنا كنعرفوا احتراق الفحم يستدعي وجود الأكسجين، يعني سيستهلك الأكسجين الموجود داخل الغرفة وبالتالي يحدث صداع. أشطب الافتراضات التي لا تناسب سبب صداع الرأس والدوار. العصيدة، وخطأ، غتشطبوا عليها احتراق الفحم. صحيح، نخليوه عصيدة واللبن نشطبوا عليها، واللبن نشطبوا عليه. إذا نخليوه غير الاقتراح الثاني هو اللي صحيح. أعلل لأن احتراق الفحم يستهلك ثنائي الأكسجين الموجود داخل الغرفة. أعيد، لأن احتراق الفحم يستهلك ثنائي الأكسجين الموجود داخل الغرفة. هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 51. كنتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. ما تنسوش تدعموا القناة بالإجابة في الفيديو والكومنتار. الناس اللي كتشوفوا القناة لأول مرة ما ترددش في المشاركة وتفعيل الجرس لتوصل بكل شيء جديد.